نذهب إلى جدري القرود ونعرف إحنا كل ما بنسمع عن اقترابه واقتراب المرض في حالات، ثلاث حالات رصدت في المملكة المغربية، أول حالة في دولة الإمارات. ماذا عن مصر دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية الطبي؟ مساء الخير يا دكتور. أستاذة لميس، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة. وانت بالصحة والسلامة. ماذا عنا في جدر القرود ولماذا هذا الهلع؟ هو اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي ولا ايه؟ صح يا فندم، وهو على فكرة ممكن تكون مفيدة حكاية اللسعة من الزبادي دي. حضرتك طبعا العالم بعد ما حصل في موضوع كورونا والانتشار في دول متعددة بدا يقلق من اي حاجه، وهو فعلا ليهم حق يقلق وليهم حق برضه يحترس، لان سيادتك المرض انتشر وبدا ينتشر في عده دول في عده قارات في وقت واحد او متتالي يعني، فهو ده مصدر القلق. انما المرض يعني الجدري، طبعا الجدري الاصلي الجدري البشري اللي كان اسمه سمول بوكس اختفى من العالم من سنه 80. سمول بوكس مش التشيكن بوكس. كان مرض خطير جدا. سمول بوكس. وكان بيؤدي وباء شديد، وكان بيؤدي وفيات عالية جدا، والحمد لله اللقاحات والتطعيمات لغته تماما، وهو مختلف تماما برضو أكد لحضرتك مع حاجة اسمها الجديري، دي حاجة ودي حاجة، لأن ساعات الناس بتتلخبط بين الجديري والجديري. هو التشيكن بوكس. تشيكن بوكس مظبوط. الجدري ده اللي كان سمول بوكس، ده اللي كان عليه قصص، ده هو الوباء اللي كان الوباء. طب ده اتفضل. اختفى من العالم مع التطعيمات، انما فضل حظ افريقيا دايما وحش، فضل موجود في بعض دول غرب افريقيا ووسط افريقيا، الدول اللي بيبقى فيها مطر استوائي كثير يعني. موجود، وموجود في الحيوانات، مش الحياه مش قرود بس، ده قرود وحيوانات اخرى، وبيدي نفس الاعراض المشابهه تماما للجدري. هل ممكن ينتقل الانسان؟ انتقل فعلا الانسان، وبيدي اعراض تشمل اعراض يعني عامه، تكسير في الجسم، حراره، وجع في الزور، كحه، يعني وبعدين بيعمل في الاخر طفح جلدي كبير قوي ممتد من اول الوجه الى جميع انحاء الجسم. هذا المرض له علاج يا دكتور ولا لازم التطعيم بتاع الجدري القديم؟ هو دلوقتي التطعيم يمنع لكن مش يعالج. العلاج هو علاج للاعراض، هيبدأوا يجربوا أنواع بأدوية الفيروسات التي قد تنجح في علاج الحالات. الحالات حضرتك بتشفى في المتوسط 21 يوم، والمريض اللي يثبت أن عنده هذا لازم يعزل تماما ال 21 يوم تاني، لأنه معدي، كل جسمه معدي، الحاجات اللي طالعة الجلد قشور معدية. معدية. أدوات المريض وفرشه وأدواته الشخصية معدية، فهو العزل نمرة واحد، ثم بيتعالج بالأعراض سواء أعراض العامة أو الحاجات اللي طالعة في الجلد. لسه ما حددوش أو ما تحددش دلوقتي نوع أدوية الفيروسات اللي قد تستخدم في علاج هذا المرض.